هذا الصالون اللي هو الان في الطبعه الثانيه نتاعو على مستوى ولايه المنيعه، واللي نتمناو ان شاء الله باش يعني نوجدوه في طبعات اخرى وتكون احسن، واللي مشاركين فيه تقريبا 45 مشارك من مختلف القطاعات ومن مختلف النواحي، من الجزائر، من مسغانم، من بجايه، من وهران، من كل الاطياف القطر الوطن مشاركين، يعني راح يقدموا التجارب نتاعهم هنا ويعرضوا ثاني المنتوجات ويعرضوا ثاني الخبرات نتاعهم.